يرحب عشاق المسلسلات حصة خاصة بالمسلسل الإذاعي. زادت شهرزاد في حكايتها للملك شهريار سيد الأخيار، وتفننت في نقلها لروائع الأخبار، وشهريار يزداد بذلك اهتماما بها في ليله وحتى في النهار، وهي تسحره بنبرات صوتها الشبيهة باللحن الذي يعزف على الأوتار. ما كنت أظن يا شهرزاد أن عندك كل هذه الأخبار من عظيم الروايات والأسرار. وأين هذا يا مولاي مما هو عندي من عجائب وغرائب الأولين وما يتخلله من طرائف وأشعار الأقدمين؟ فهذا يا ملك الزمان ما هو أعجب من حديث الأحدب. لا لا لا، لا بد من شنقكم كلكم. بلغني أيها الملك السعيد أن ملك الصين لما قال لا بد من شنقكم، فعند ذلك تقدم المباشر الشاهد إلى ملك الصين وقال: مولاي، إن أذنت لي حكيت لك حكاية حدثت لي في تلك المدة قبل أن أرى هذا الأحدب، وإن كانت حكايتي أحب إليك من حديثه، هل تهب لنا أرواحنا يا مولاي؟ هات ما عندك. اعلم أني كنت تلك الليلة الماضية عند جماعة عملوا ختمة وجمعوا الفقهاء، فلما قرأ المقرئون وفرغوا مدوا الصماط، فمن جملة ما قدموا زرباجة، فتقدمنا لنأكل الزرباجة، فتأخر واحد منا وامتنع عن الأكل منها فحلفنا عليه فأقسم أنه لا يأكل منها، فشددنا عليه فقال: يا إخواني لا تشددوا علي، فكفاني ما جرى لي من أكلها، إذا صديقي أنكرت جانبه لم تعيني على فراقه الحيل. بالله عليك، بالله عليك، ما سبب امتناعك عن الأكل من هذه الزرباجة؟ نعم نعم نعم، ما سبب ذلك؟ لأنني لا أكل منها إلا إن غسلت يدي 40 مرة بالأشنان، 40 مرة؟ و40 مرة بالسعد، و40 مرة بالصابون، فجملتها 120 مرة. عند ذلك أمر صاحب الدعوة غلمانه فأتوه بالماء الذي طلبه فغسل يديه كما ذكر، ثم تقدم وهو مكره وجلس ومد يده وهو مثل الخائف، ووضع يده في الزرباجة وصار يأكل وهو مغضب، ونحن نتعجب منه غاية العجب ويده ترتعد، فنصب إبهام يده فإذا هو مقطوع وهو يأكل 4 أصابع، فقلنا له: بالله عليك، ما لإبهامك هكذا؟ أهو خلقة الله أم إصابة حديث؟ يا إخواني، ما هو هذا الإبهام وحده ولكن إبهام الأخرى. فوجدناها مثل اليمين وكذلك رجلاه بلا إبهامين، فلما رأيناه كذلك ازداد عجبنا وقلنا: ما بقي لنا صبر على حديثك والإخبار بسبب قطع إبهامي يديك وإبهامي رجليك وسبب غسل يديك 120 مرة. أخبرنا عن ذلك، بالله عليك أن تخبرنا بذلك. اعلموا أن والدي كان تاجرا من التجار الكبار، وكان أكبر تجار مدينة بغداد في أيام الخليفة هارون الرشيد، فلما مات لم يترك لي شيئا، فجهزته وقد عملت له ختمات، وحزنت عليه أياما وليالي، ثم فتحت دكانه فما وجدته قد ترك إلا يسيرا، ووجدت عليه ديونا كثيرة صبرت أصحابها وطيبت خواطرهم، وصرت أبيع وأشتري وأعطي من الجمعة إلى الجمعة أصحاب الديون، ولا زلت على هذه الحالة مدة
إلى أن وفيت الديون وزدت على رأس مالي. فبينما أنا جالس يوما من الأيام إذ رأيت صبية، فنظرتها نظرة أعقبتني ألف حسرة، وتعلق قلبي بمحبتها، وجعلت أقول وأنا أكرر النظر إلى وجهها: كل المليحة في الخمار الفاضح، أأنال حقا من عذاب جراحتي؟ جودي علي بزورة أحيا بها، ها قد مددت إلى نوال جراحتي. عدمت فؤادي في الهوى إن سلاكم، فإن فؤادي لا يحب سواكم. وإن نظرت عيني إلى غير حسنكم فلا سرها بعد البعاد لقاكم. حلفت يمينا لست أسلو هواكم، وقلبي حزين مغرم بهواكم. سقاني الهوى كأسا من الحب صافيا، فيا ليته لما سقاني سقاكم. خذوا رمقي حيث استقرت بي النوى، وأنا حللتم فادفنوني حداكم. وإن تذكروني عند قبري يجبكم، أنين عظامي عند رفع نداكم. فلو قيل لي ماذا من الله تشتهي لقلت رضا الرحمن ثم رضاكم. يا فتى، أعندك تفاصيل ملاح؟ يا سيدتي، مملوكك فقير، ولكن اصبري حتى يفتح تجار دكاكينهم وأجيء لك بما تريدينه، لأنني غارق في بحر محبتك، تائه في عشقك. ولما فتحت التجار دكاكينهم قمت وأخذت لها جميع ما طلبته، وكان ثمن ذلك 5000 درهم. وناولت الخادم جميع ذلك، فأخذه الخادم وذهبا إلى خارج السوق، فقدموا لها البغلة فركبت ولم تذكر لي من أين هي. واستحييت أنا أن أذكر لها ذلك، والتزمت الثمن للتجار وتكلفت 5000 درهم، وجئت إلى البيت فأكلت لقمة وتذكرت حسنها وجمالها فأشغلني عن الأكل، وأردت أن أنام فلم يجئني نوم، ولم أزل على هذه الحال أسبوعا. وطالبني التجار بأموالهم فصبرتهم أسبوعا آخر، فبعد الأسبوع أقبلت وهي على البغلة ومعها الخادم وعبدان. فلما رأيتها زال عني الفكر ونسيت ما كنت فيه، وأقبلت تحدثني بحديثها الحسن: هات الميزان وزن مالك. فأعطتني ثمن ما أخذته بزيادة، ثم انبسطت معي في الكلام، فكدت أموت فرحا وسرورا. هل لك زوجة؟ لا، إني لا أعرف امرأة. ما لك تبكي؟ من شيء خطر لي. ثم إني أخذت بعض الدنانير وأعطيتها للخادم وسألته أن يتوسط في الأمر. هي عاشقة لك أكثر منك، وما لها بالقماش حاجة، وإنما هي لأجل محبتها لك. إذن خاطبها بما تريد، فإنها لا تخالفك فيما تقول. ورأتني وأنا أعطي الخادم الدنانير، فرجعت وجلست. سيدتي، تصدقي على مملوكك
واسمحي له فيما يقول. ثم حدثتها بما في خاطري، فأعجبها ذلك الحديث وقالت: هذا الخادم يأتي برسالتي واعمل أنت بما يقول. ثم قامت ومضت، وقمت وسلمت التجار أموالهم، وحصل لهم الربح إلا أنا، ولم أنم طول الليل، فما كان إلا أيام قلائل حتى جاءني خادمها، فأكرمته وسألته عنها فقال: إنها مريضة. اشرح لي أمرها. إن هذه الصبية ربتها السيدة زبيدة زوجة هارون الرشيد، وهي من جواريها، وقد اشتهت على سيدتها الخروج والدخول فأذنت لها في ذلك، فصارت تدخل وتخرج حتى صارت قهرمانة. ثم إنها حدثت بك سيدتها وسألتها أن تزوجها بك. لا أفعل حتى أنظر هذا الشاب، فإن كان يشبهك زوجتك به. ونحن نريد في هذه الساعة أن ندخل بك الدار، فإن دخلت ولم يشعر بك أحد وصلت تزويجك إياها، وإن انكشف أمرك ضربت رقبتك. فماذا تقول؟ نعم أروح معك. إذن اسمع وأصبر على الأمر الذي حدثتني به. إذا كانت هذه الليلة امض إلى المسجد الذي بنته السيدة زبيدة، فصل فيه وبت هناك. حبا وكرامة. فلما جاء وقت العشاء مضيت إلى المسجد وصليت فيه وبت هناك. فما كان وقت السحر رأيت الخادمين قد أقبلا في زورق ومعهما صناديق فارغة، وما أشعر إلا وأنا في دار الخليفة، وجاءوا إلي بشيء كثير من الأمتعة بحيث يساوي 50,000 درهم. ثم رأيت 20 جارية أخرى وهن نهد أبكار، وبينهن الست زبيدة، وهي لم تقدر على المشي مما عليها من الحلي والحلل. فلما أقبلت تفرقت الجواري من حولها، فأتيت إليها وقبلت الأرض بين يديها فأشارت لي بالجلوس. والله ما خابت تربيتنا في هذه الجارية، واعلم أن هذه الجارية عندنا بمنزلة ولدنا الصلب، هي وديعة الله عندك. فقبلت الأرض قدامها ورضيت بزواجي إياها، ثم أمرتني أن أقيم عندهم 10 أيام، فأقمت عندهم هذه المدة وأنا لا أدري من هي الجارية. وبعد هذه المدة استأذنت السيدة زبيدة زوجها أمير المؤمنين في زواج جاريتها، فأذن لها وأمر لها ب10,000 دينار. فأرسلت السيدة زبيدة إلى القاضي والشهود وكتبوا كتابي عليها، وبعد ذلك عملوا الحلويات والأطعمة الفاخرة، ومكثوا على هذه الحال 10 أيام أخر. وبعد 20 يوما أدخلوا الجارية الحمام لأجل الدخول بها، ثم إنهم قدموا سفرة فيها طعام من جملته خافقية زرباجة محشوة بالسكر وعليها ماء ورد ممسك، وفيها أصناف الدجاج المحمر وغيره من سائر الألوان مما يدهش العقول. فوالله حين حضرت المائدة ما أمهلت نفسي حتى نزلت على الزرباجة وأكلت منها بحسب الكفاية ومسحت يدي ونسيت أن أغسلها، ومكثت جالسا إلى أن دخل الظلام وأوقدت الشموع وأقبلت المغنيات بالدفوف، ولم يزالوا يجلون العروسة وينقطون بالذهب
حتى طافت القصر كله، وبعد ذلك أقبلوا علي ونزعوا ما عليها من الملبوس، ثم خلوت بها في الفراش فشمت في يدي رائحة الزرباشة، فلما شمت الرائحة صرخت صرخة فنزل لها الجواري من كل جانب، فارتجفت ولم أعلم ما الخبر، فقالت الجواري: ما لك يا أختنا؟ أخرجوا عني هذا المجنون، فأنا أحسب أنه عاقل. وما الذي ظهر لك من جنوني يا مجنون؟ لأي سبب أكلت من الزرباجة ولم تغسل يدك؟ فوالله لأقبلك على عدم عقلك وسوء فعلك. ونزلت به على ظهري ثم على مقاعدي حتى غبت عن الوجود من كثرة الضرب. خذوه خذوه وامضوا به إلى متولي المدينة ليقطع يده التي أكل بها الزرباجة ولم يغسلها. لا حول ولا قوة إلا بالله، أتقطع يدي من أجل أكل الزرباجة وعدم غسل إياها؟ والله لا بد أن أقطع شيئا من أطرافه. يا أسود الوجه، أنا لا أصلح لك، فكيف تأكل الزرباجة ولم تغسل يدك؟ يا سيدتي عفوك، والله لا أكل الزرباجة ما بقيت حتى أغسل يدي 40 مرة بالأشنان، و40 مرة بالسعد، و40 مرة بالصابون. فلما حلفت لها طاب قلبها، ونمت أنا وإياها وأقمنا مدة على هذه الحال. ما هذا بأعدب من حديث الأحدب؟ بل حديث الأحدب أعدب، ولا بد من صلبكم جميعا. يا مولاي، يا سيدي، يا ملئ الزمان، أنا أحدثها بحديث أعزب من حديث الأحدب ومن حديث ديالهم كلهم. أنا هاتي ما عندك. سأهاتي أعزب ما زار لي يا ملئ الزمان في سببي أني أنت في دمشق، في دمشق السام، في السام دئزيا، وتعلمت صنعة فعملت فيها، فبينما أنا يا مولاي أعمل في صنعتي يوما من الأيام، إذ أتاني مملوء من بيت الصاحب بدمشق، دمشق السام، فخرجت له وتوجهت إلى منزل الصاحب، فدخلت يا مولاي فرأيت في صدر الإيوان سريرا من المرمر بصفائح الذهب وعليه مريض رائد، وهو شاب لم يرى أحسن منه في زمانه، زولي، فأعدت عند رأسه ودعوت له بالشفاء، فأصار إلي ويغمزني بعينيه فقال لي: يا سيدي ناولني يدك، فأخرج لي يده اليسرى، فتعذبت من ذلك يا مولاي، وقلت مع نفسي: لله العذاب، إن عاد الساب مليح غزاة يا مندا، ومن بيت كبير وليس عنده أدب، إن هذا هو العذاب. ثم زست مفاصله يا مولاي وكتبت له وراءتان، ومكثت أتردد عليه مدة 10 أيام، وفي اليوم الأونزيام 11 أنا للسب. هل لك أن تتفرج في الغرفة؟ بيانشير تفرج بيانشير خي. فأمر العبيد يا مولاي أن يطلعوا الفراش إلى فوق، وأمرهم أن يشووا خروفا وأن يعملوا لي مشوي، وأن يأتوا إلينا بالفائن بس أنديسير. ففعل العبيد ما أمرهم به، وأتوا بالديسير الفاكهة من كل لون، فأكلنا وشربنا وهو بيده السمال. فقلت له: يا مولاي، إيكوتمو، حدثني بحديثك أخي. يا حكيم الزمان، اسمع حكاية ما جرى لي. اعلم أنني من أولاد الموصل، وكان لي والد قد توفي أبوه وخلف 10 أولاد ذكور، من جملتهم والدي، وكان أكبرهم، فكبروا كلهم وتزوجوا
ورزق والدي بي، أما إخوته التسعة فلم يرزقوا بأولاد، فكبرت أنا وصرت بين أعمامي وهم فرحون بي فرحا شديدا. فلما كبرت وبلغت مبلغ الرجال، وكنت ذات يوم مع والدي في جامع الموصل، وكان اليوم يوم جمعة، فصلينا الجمعة وخرج الناس جميعا. وأما والدي وأعمامي فإنهم قعدوا يتحدثون في عجائب البلاد وغرائب المدن إلى أن ذكروا مصر. فقال بعض أعمامي: إن المسافرين يقولون ما على وجه الأرض أحسن من مصر ونيلها. فلما سمعت هذا الكلام تشوقت إلى مصر، ثم إن والدي قال لي: من لم يرى مصر لم يرى الدنيا، فترابها ذهب ونيلها عجب وبيوتها قصور وهواؤها معتدل، ولله ضر من قال فيها: أأرحل من مصر وطيب نعيمها، وأي مكان بعدها لي شائق، وأترك أوطانا ثراها لناشق هي الطيب لا ما ضمنته المفارق. وكيف وقد أضحت من الحسن جنة زرابيها مبتوتة والنمارق، بلاد تشوق العين والقلب بهجة وتجمع ما يهوى تقي ومارق، وإخوان صدق يجمع الفضل شملهم، مجالسهم مما حووه حدائق. أسكان مصر إن قضى الله بالنوى فتم عهود بيننا ومواثق، فلا تذكروها للنسيم فإنه لأمثالها من نفحة الروض سارق. ولو رأيتم رياضها بالأصائل والظل عليها مائل لشاهدتم عجبا وملتم لها طربا. فلما فرغوا من كلامهم وسمعت أنا هذه الأوصاف عن مصر، أدرك شهرزاد الصباح فسكتت عن الكلام المباح. يتبع. وإلى اللقاء مع الحلقة 23.